الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع وجه رقم 9، بداية معاني الكلمات. قوله تبارك وتعالى: رغدا، أي أكلا واسعا هنيئا لا عناء فيه. سجدا، شكرا لله عز وجل تواضعا وخضوعا. قولوا حطة، أمر من الله عز وجل. قولوا مسألتنا يا ربنا أن تحط عنا خطايانا. رجزا، عذابا قيل هو الطاعون والعياذ بالله. وإذ استسقى موسى، يعني طلب السقيا من الله عز وجل، فانفجرت، يعني فانشقت وسالت بكثرة مشربهم موضع شربهم. ولا تعثوا في الأرض، لا تفسدوا فيها. وفومها هو الحنطة أو الثوم. ضربت عليهم، جعلت محيطتين بهم مجازات لهم على كفرهم. ضربت عليهم، جعلت محيطتين بهم مجازات أو مجازاة لهم على كفرهم. الذلة، الذل والصغار والهوان. المسكنة، فقر النفس وشحها والعياذ بالله. التجويد، قوله تبارك وتعالى منها. نلاحظ في هذه الكلمة جاءت الهاء بعد النون الساكنة، وهذا من أحكام النون الساكنة والتنوين. إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين بالفتح أو الكسر أو الضم حرف من حروف الإظهار المجموعة في البيت، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، فهذا حكم إظهار ويسمى بالإظهار الحلقي. إذن هذا إظهار، حيث جاء بعد النون الساكنة حرف الهاء، وهو من حروف الإظهار الستة. قوله تعالى: اضرب بعصاك، هذا إدغام متماثلين، أي الباء جاء بعدها باء مشددة، فإدغام متماثلين جاء بعد الباء الساكنة باء متحركة، فاتحد الحرفان في المخرج والصفة. فاتحد الحرفان في المخرج والصفة. اضرب بعصاك، هذا هو النطق الصحيح. النطق الخطأ اضرب بعصاك خطأ. ليه؟ لأن هذا إدغام، إدغام متماثلين، اتحد الحرفان في المخرج والصفة. نقرأ اضرب بعصاك هكذا. والآن مع تكرار الآية الكريمة، مع مراعاة آداب التكرار الأربع، هو الإشارة بالإصبع على الكلمات، والقراءة بصوت مسموع، والنظر إلى الآيات، والتفكر في حال تكرار الآيات الكريمة بنية التدبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.